دولة القانون وأيضا إطار تنسيقي داعمين للحكومة. هل سنشهد تغييرات جذرية سواء مدراء عامين وكلاء وما شاكل ذلك خلال الأيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة الجديدة من الوهلة الأولى أعلنت بأنه سيكون هناك 3 أشهر لتقييم المدراء العامين و6 أشهر هو تقييم للوزارات، لأن هذه الحكومة لابد أن تنجح، وبالتالي من أدوات وسبل نجاحها هي الدرجات الخاصة لا سيما المدراء العامين. الوجبة الأولى من التعديل كان 57 مدير عام في مختلف الوزارات مثل التربية، مثل الكهرباء، مثل الصحة وبقية الوزارات القطاعية المهمة، وهذا تغيير نراه إيجابي في الاتجاه الصحيح. كذلك أنه في المرحلة القادمة الحديث عن يعني الوزارات، إلى الآن اللجنة المشكلة هي مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، لجنتين، لجنة معنية بالمدراء العامين ولجنة أخرى معنية بالوزراء ومن بدرجتهم، وأعتقد اللجنة الثانية هي لم تكتمل دراستها بعد. وجود تقييم أداء، شعور بوجود تقييم أداء يدفع الوزير، يدفع المدير العام للعطاء أكبر والحركة أكثر وتقديم خدمات بشكل أفضل وأجود، وأعتقد هذا قرار صائب وإحنا كأعضاء مجلس النواب داعمين لهذا القرار. شكرا جزيلا استاذ فراس.